بحضور الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قام فريق جهود للعمل التطوعي التابع لبنك البحرين الإسلامي بتشجير الموقع القريب من حديقة السماهيج ضمن المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير المقامة تحت شعار دمتي خضراء وشارك في تشجير عشرون طفل من الجمعية البحرينية لمتلازمة داون وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل حيث تمت مراسم زراعة أكثر من مائة شتلة وتوزيع أكثر من خمسين نبتة. على عدد من البيوت في منطقه السماهيج وبهذه المناسبه اشادت الشيخ مرام بنت عيسى ال خليفة بجهود البنك في اشراك موظفيه والاطفال من فئه متلازمه داون في الحمله الوطنيه للتشجير وذلك من خلال التعاون بين القطاع الخاص والعام لتنفيذ الخطط المستقبليه الراميه لتحقيق الاستدامه وزياده الرقعه الخضراء من خلال مشاريع التشجير والمحافظه على الثروه النباتيه والمحميات الطبيعيه ومن جهته اشار السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي الى ان مشاركه البنك في الحمله الوطنيه للتشجير تاتي لتحقيق الاهداف البيئيه وتقليل حجم الانبعاثات الكربونيه بغيه الوصول الى الحياد الصفري بحلول عام 2060.